انا عبد الله محمود 16 سنه، كنت نازل يوم الاربعاء اللي فات كمعارض، كنت قاعد معتصم التحرير. عرفت ان الاعتصام اللي هناك في الاتحاديه اتفض وعاملين بيتضربوا، نزلنا كدعم ليهم. احنا كنا داخلين عادي، كان في ضرب، كنا ماسكين طوب، كان في صوت كذا صوت، كان في اسلحه معاهم من آلي السوداء، مقاريط، خراطيش، بنادق. انا كنت واقف في الصفوف الاماميه، فجاه كان في صوت كتير، كان في صوت رصاص حي، بس اخدت رصاصه في رجلي، قال في رصاص حي، اخترقت الفخذ والخصيه، في 21 خرطوشه في رجلي. انا شايف ان مرسي مصلحش الاول كرسي الحب، مفيش فرق بينه وبين مبارك او المشير. جابر كان صاحبي، كنت قاعد معاه قبل ما يتوفى، لو مات في عهد مفيش فرق بينه وبين خالد سعيد او علاء عبد الهادي، كلهم ماتوا برصاص حي من الداخليه او بخرطوش. نازل برضو كمعتصم هنا، برضو بقول يسقط مرسي، يسقط الدستور، الدستور ده ما يمسنيش باطل، ما زلت في اللي انا فيه، سواء كان حاصل انا ثابت برضو.